عاصمة للثقافة تسجل تعز انتصارا آخر في الجانب الثقافي بافتتاح معرض للكتاب بعد توقف دام لأكثر من 4 سنوات بسبب الحرب. نحن ثقافة الكتاب هي ما تعودنا عليه في هذه المدينة، مدينة تعز، وثقافة السلاح هي شيء طرأ علينا، ونحن بظهور مثل هذه بظهور وعودة مثل هذه المعارض نحن نعود لأصلنا، رغبتنا في القراءة واقتناءنا للكتب وتنمية ثقافتنا. في نادي تعز السياحي توفد سكان المدينة المحبة للمعرفة والشغوفة بالقراءة لزيارة المعرض الأول منذ سنوات والاطلاع على محتواه هذا النشاط الثقافي من إصدارات وكتب في العديد من الفنون، بخاصة الكتب الأدبية والتاريخية والروايات التي لطالما كان الحصول عليها بالغ الصعوبة. تعز شغوفة جدا وتشتاق لرائحة الكتاب، ولذلك تجد كل هذا الجمهور الحاضر يشتاق لرائحة الكتاب لأنه تعب كثيرا من رائحة البارود. 1400 عنوان هي كل ما حمل هذا المعرض الذي سيستمر حتى 30 من الشهر الجاري، زاخرا بالكتب التي تنوعت قوالبها بين الأدب والفن. الوصلات الموسيقية والغنائية كانت حاضرة في الفعالية، حيث ساهمت في خلق جو مفعم بالإبداع أمام الزائرين بعيدا عما اعتادوه في زمن الحرب. افتتاح هذا المعرض يشكل إضافة نوعية، بل ويعد بمثابة صفحة من تاريخ هذه المدينة الزاخرة بالتنوع والإبداع وحب المعرفة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.